في إطار الندوة التي نظمها البرلمان الإفريقي حضرت من الأراضي المحتلة وحضروا أخوات من مخيمات اللاجئين لرفع صوت المرأة الصحراوية. كانت هذه الندوة كان حضورها مهم ومن حيث الكم ومن حيث النوعية. حضروها أخوات برلمانيات إفريقيات سردوا ياسر من أخبار المرأة الإفريقية ومشاكل في التعليم ومشاكل الاغتصاب ومشاكل الصحة ومشاكل الزواج المبكر وزواج الأطفال، إلا أن كنا احنا منفردين بالنسبة للمرأة الصحراوية، كانت منفردة بالعنف اللي تعانيه وهو العنف مع أجهزة القمع المغربية في الشوارع في أثناء التظاهر والسلمي لها. كانت هذه الندوة تحت عنوان المرأة الإفريقية والمرأة الإفريقية والعنف